بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الكرام، متابعي شبكة مرسايل الإعلامية، نستكمل معكم لقاءات التعزية في سمو الأميرة دنا بنت عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، حيث نغطي هذا العزاء من قصر والدها سمو الأمير عبد الله بن تركي ابن عبد العزيز بن تركي آل سعود حفظه الله تعالى، مساء اليوم الثلاثاء 4 من شهر رجب لعام 1442 من الهجرة، الموافق 16 من شهر فبراير من عام 2021 ميلادي. فإلى مجموعة من اللقاءات ممن قدم التعازي في سمو الأميرة رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.